هلا والله بالشباب، نبلش بشرح المحاضرة الرابعة لدكتور ثناء اللي تخص الـ RNA وأنواعه. وكالمعتاد قبل لا نبلش بكلام المحاضرة، خلينا أول سلايدين إن شاء الله كمقدمة لتلخص لنا أغلب الكلام المذكور بالمحاضرة. فعندك هذا السلايد والصورتين فوق من ضمن هاي المحاضرة، أما الأربع صور الجوة فهي من ضمن المحاضرة القادمة إن شاء الله. خليت عندنا الصور الأربع الجوة حتى ما اقطع سلسلة الأفكار، وتكون سلسلة الأفكار مستمرة تفيدك هاي المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله. فخلونا نبلش. عندك إنه أول صورة، أنا إذا عندي DNA مثلا وأريد أصنع بروتين، شلون يتم هاي العملية؟ يتم عن طريق نسخ جزء معين من DNA، أستنسخه أطلعه خارج الخلية وصنع بروتين. تمام، زين. انا هسه عندي دي ان اي اسوي استنساخ، على هيئة شنو؟ هيئة mRNA، مزنجر mRNA. هذا المزنجر mRNA يخرج خارج النواة، يروح للريبوسوم، صنع بروتين. صنع شنو؟ صنع بروتين. فهاي العملية شو يسموها؟ يعني عملية من DNA إلى mRNA، من mRNA إلى بروتين، هاي يسموها عملية سنترال دوغوما اللي هي موجودة ضمن المحاضرة. فالسنترال دوغوما يقول لك هو DNA إلى mRNA إلى بروتين. زين هو بس حكي؟ يعني بس مجرد يقول mRNA إنه بروتين؟ لا، أكيد لا. فاني حتى اكون البروتين احتاج ثلاث شغلات، احتاج mRNA، واحتاج tRNA، واحتاج rRNA. احتاج ذني ثلاث شغلات. زين، خلنا ناخذ لنا فكرة على كل واحد من عندهم. خلينا نجي اول شيء على من؟ على mRNA. mRNA اللي هو مزنجر RNA، شو يقول لك؟ acts as the messenger between DNA and protein production. يقول لك هو المرسل اللي يكون بين DNA وبين انتاج البروتين. فالmRNA is the RNA type discussed most، يعني يقول لك هو اكثر نوع من الRNA discussed most. فالmRNA شنو يشتغل؟ يقول لك serve as genetic template since DNA can't leave the nucleus. يقول لك يابا، الmRNA يشتغل كشنو؟ يشتغل كgenetic template، يعني template، نعرف شنو template DNA إذا تذكروا. فشي يقول لك الmRNA يشتغل كtemplate، genetic template. ليش genetic template؟ لأن DNA ما يقدر يخرج. فأني حتى أوصل رسالتي للريبوسوم، يابا قل له يابا الريبوسوم سوي البروتين. هسه مصنع وين ما كان تصنع البروتين؟ بالريبوسوم. فاني حتى اوصل رساله من DNA للريبوسوم صنع البروتين، احتاج شنو؟ احتاج مزنجر mRNA. زين، شلون ممكن نحصل مزنجر mRNA؟ هسه ناخذ الخطوات. زين، tRNA، هسه عرفنا انه المزنجر mRNA هو اللي ينقل المعلومات الوراثيه من DNA للريبوسوم حتى يترجمه الريبوسوم، حتى يقرا الريبوسوم. تمام، زين، شنو وظيفه tRNA؟ من اسمه tRNA اللي هو ترانسفيرز RNA، الRNA الناقل، الRNA الناقل ينقل شنو؟ ينقل الامينو اسيد. زين، ليش ينقل الامينو اسيد؟ يابا انا شرد اصنع، اريد اصنع بروتين. البروتين من يتكون؟ يتكون من سلسلة من الأمينو أسيد. فاللي ينقل هاي الأمينو أسيد هو منو؟ الترانسفيرس RNA. فشي يقول لك RNA is generally single strand. يقول لك يابا RNA هو بشكل عام single strand، نحن نعرفه single strand RNA وليس double strand. بس tRNA fold into T shape. tRNA همات اسمه ترانسفيرس RNA، همات يكون على شكل تي شيب. شكله شنو؟ تي شيب. هذا وظيفته شنو؟ شوف، وظيفته
ينقل لي مجموعة الأمينو أسيد، ينقل لي الأمينو أسيد هسه هنا لايسين تروبتوفين يمكن حسب ما أذكر أسبرتيت تمام. فاللي ينقل لي ال RNA هو عفوا اللي ينقل لي الأمينو أسيد هو tRNA حتى شو يسوي؟ حتى يكون بروتين. زين ال RRNA هذا شنو وظيفته؟ هذا وظيفته يدخل بتكوين البروتين، عفوا يدخل بتكوين الريبوسوم، بحيث الريبوسوم هو من يتكون؟ الريبوسوم يتكون من ال RRNA ويتكون من البروتينات. فشي يقول لك main compound of ribosome هو شنو؟ ال RNA main compound، والمكمل الى الاخر هو شنو؟ البروتين. ال RNA combines with a special protein to form ribosome. شي يقول لك؟ يقول لك يا بال RNA يتحد لك مع من؟ مع special protein، بروتينات خاصة. هذين بدورهم شو راح يكون؟ راح يكون الريبوسوم. هذا الريبوسوم وظيفته شو يسوي؟ يقرا لي وتريد ام ار ان اي تو فورم بروتين، يقرا لي ام ار ان اي تو فورم بروتين. زين هسه عرفنا يابا انه السنترال دوغوما، سنترال دوغوما هي عمليه تضمن تحول شنو؟ تضمن هاي العمليه تضمن دي ان اي الى ام ار ان اي، وهذا بدور الام ار ان اي شو يصير؟ يصير لي يتكون البروتين. ها سنترال دوغوما. زين الدي ان اي كلنا نعرفه شنو هو. زين فخلنا نجي على من؟ نجي على الام ار ان اي. شلون ممكن احصل الام ار ان اي؟ عرفنا هو شنو خصائصه، هو المزنجر بتوين دي ان اي وتكوين البروتين. زين فشلون احصل الام ار ان اي؟ عن طريق عمليه اسمها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن راح احصل الام ار ان اي، وحتى اصل ترانسكريبشن اللي هي تبدي من هاي الخطوه، وحتى احصل البروتين عمليه اسميها ترانزليشن. فهسه عندي عمليتين، عمليه ترانسكريبشن وعمليه ترانزليشن. الترانسكريبشن حتى احصل من عندها الام ار ان اي، ترانزليشن حتى احصل منها البروتين. فخلنا نبلش بالترانسكريبشن اللي هي عمليه استنساخ. شوف انا الدي ان اي، الدي ان اي هو عباره عن كتاب، الدي ان اي هو عبارة عن كتاب كامل. فإذا أريد أسوي تضاعف دي إن إي، راح أسوي استنساخ كامل للكتاب. إذا أريد أسوي ريبليكيشن راح أسوي استنساخ كامل. بينما إذا أريد أصنع بروتين أو أريد أكون أو أريد أصنع من الدي إن إي أم آر إن إي، ما أحتاج أستنسخ الكتاب كله. وإنما أتحدد من كذا صفحة إلى كذا صفحة، يعني ما يحتاج استنساخ كامل حال الريبليكيشن. تمام الريبليكيشن استنساخ كامل، الامارناي ما يحتاج استنساخ كامل، مجرد كم صفحة استنسخن. فأول خطوة بالاستنساخ للترانسكريبشن عملية اسميها انتيشن، يعني بداية، انتيشن البداية. وين ممكن تبدي البداية؟ يعني وين ممكن أبدي أصنع mRNA؟ وين ممكن أبدي أصنع mRNA؟ نبدأ نصنع mRNA عن طريق RNA بوليميريز. هذا RNA بوليميريز شنو وظيفته؟ وظيفته يصفط لي النيوكليوتايد، RNA النيوكليوتايد. زين بأي مكان يصفطه؟ لا، لما نلقى بروموتر DNA. يابا انا عندي دي ان اي كامل، حتى ابدي اصنع ام ار ان اي احتاج ار ان اي بوليميريز. حلو، ار ان اي بوليميريز هذا ايش بيه؟ باي مكان يبدي يصنع ام ار ان اي؟ لا، يشوف بالدي ان اي، يشوف مكان اسميه بروموتر دي ان اي سكشن، يعني قطعه دي ان اي اسميها بروموتر. بروموتر اذا نقطه البدايه انتيشن هو شنو؟ البروموتر. بحيث وير اند وين ترانسكريبشن تيك بليس، بحيث راح يبدي الترانسكريبشن اللي هو حبدا صنع الام ار ان اي. زين منو يكتشف لي البريموتر دي ان اي؟ يقول لك هو الار ان اي بوليميريز. لما نلقى ايش راح يسوي؟ راح يسوي له ان وينت بالدي ان اي. نحن نعرف انه الدي ان اي دبل ستراند، ايش راح يسوي الار ان اي بوليميريز؟ راح يسوي لك ان وينت له، وراح يبدي تكوين البري
يبدأ تكوين الامار ان اي. فاذا اول خطوة انتيشن عن طريق شنو؟ اشوف البروموتر دي ان اي من اللي يلقى لي الار ان اي بوليمريز، بالتالي راح يبدي يصنع شنو؟ الام ار ان اي. تمام. بعد ذلك عندي خطوة اسمها الالونجيشن، التطويل. يعني هسه لقيت البريموتر خير على خير، ايش راح اسوي؟ راح ابدا اطول الام ار ان اي، يعني ابدا اكون النيوكليوتايد واحده بصف الاخرى، نيوكليوتايد. فهاي الخطوه الاولى سميها شنو؟ انتيشن. هاي الخطوه الاولى، هاي اللي هنا سميها انتيشن. هاي الخطوه فرضا اللي هنا سميها تيرمينيشن، وهذا كلها اسميها شنو؟ الالونجيشن. ف الانتيشن البداية بدأت من البريموتر، راح أسوي الانجيشن اللي هو هذا، بعد ذلك أسوي تيرمينيشن. فخلنا نجعل الانجيشن. الانجيشن يعني مجرد أبقى أضيف شنو؟ أبقى أضيف النيوكليتايد RNA، يعني ريبوسومال. أبقى أضيف شنو؟ أضيف RNA نيوكليتايد، يعني اللي ما فقد شنو؟ مجموعة الأكسجين. فشون يتم؟ عن طريق الـ RNA بوليمريز. مجرد ما بديت مثلا من ناحية الانتيشن خطوة، الانتيشن اللي هي الخطوة الأولى، راح أسوي شنو؟ الانجيشن، بحيث أكون كومبلمنتري للتمبلس تراند. أنا عندي هذا التمبلس تراند، حلو. بديت الخطوة الأولى هاي سيتوسين إقبال جوانين، إنه أبدأ أكمل إلونجيشن. هذا كله إلونجيشن، أسوي كومبلمنتري ستراند، يعني شريط مكمل إله، بحيث ثايمين مقابل أدنين، إقوانين مقابل سيتوسين، أدنين مقابل يوراسيل. ركز يوراسيل ليش؟ لأن الآرن أي بيوراسيل، الدي أن أي بثايمين. فالمكمل يعني أنا ذا عندي بالتمبلس ستراند أدنين، المكمل إلى شنو؟ يوراسيل. وذا ألقى بالتيمبلت ستراند الثايمين، المكمل من إلى شنو؟ هو الأدينين. تمام. فأبقى أضيف النيوكليتايد لحد ما أوصل لنقطة النهاية. وحنا نعرف لكل بداية نهاية. فمثل ما لقيت خطوة بداية الانتيشن، سويت الانجيشن، راح ألقى شنو؟ راح أسوي التيرمينيشن النهاية، اللي هي تيرمينيشن. اش يقول لك؟ there is a section of DNA to signal where transcription stop. يقول لك يا با هناك، يعني مثل ما لقيت نقطة بداية فهناك نقطة نهاية، بحيث راح توقف transcription، توقف الاستنساخ. فال RNA polymerase reach the terminator sequence. ال RNA polymerase راح يوصل terminator sequence، يعني سلسلة النهاية. بعد ذلك راح تصنع ال RNA. فش يقول لك؟ فبذلك الـ RNA راح ينفصل من الـ DNA، راح ينفصل من الـ DNA ويتكون شنو؟ mature mRNA. نعيد من بداية، نعيد يابا. أنا إذا أصلع بروتين، تمام، إذا أصنع بروتين، فلازم أنقل معلومات من الـ DNA، من داخل النواة للريبوسوم. من داخل النواة يعني منين؟ من الـ DNA للبروتين، للريبوسوم عفوا، عن طريق شنو؟ عن طريق مزنجر ام ار ان اي. تمام. راح يروح الريبوسوم، راح يصنع البروتين. زين، مجرد كلام؟ مجرد ايش اقول يعني تصنع بروتين؟ اكيد لا، راح احتاج ثلاث شغلات. اول شيء احتاج الريبوسوم، والريبوسوم من يتكون؟ يتكون من الار ار ان اي زائد شنو؟ زائد بروتين. زين، هذا اول واحد. ثاني شيء احتاج ترانسفيرس ار ان اي، هذا اللي شو يسوي لي؟ هذا اللي يجيب الامينو اسيد ويصفطهن، وذن ما يتمن، يعني ذن شغلتين ما يتمن اذا ما اصنع ام ار ان اي. زين، والام ار ان اي حتى اصنعه احتاج انزيم شو اسمه؟ ار ان اي بوليميريز. هذا شنو يسوي لي؟ يروح لك على الدي ان اي، يكتشف لك مكان، شو سمينا المكان؟ سميناه
بروموتر، سمينا المكان بروموتر. هذا المكان وين موجود؟ موجود بالدي ان اي. يجي الار ان اي بولمريز يكتشف لك هذا المكان. يمن راح يكتشف هالمكان راح يصير انوند، يعني افك التضاعف، ما اخلي واحد يلتف على الاخر، وراح ابدي اصنع الامار ان اي. زين، عن طريق شو اسوي؟ اسوي الانجيشن بعد ذلك، يعني مجرد انا عندي تمبلس ستراند سويت اللي هنا البدايه انتيشن، راح اسوي الانجيشن كومبلمنتري له، يعني الثايمين مقابل الادينين، جوانوسين سيتوسين، اي ادينين يوروسي سيتوسين جوانين، وهكذا لحد ما اوصل لنقطه النهايه. نقطه النهايه اللي هي بالمن بالسيكونس شو اسميه؟ تيرمينيتر. شو اسميه؟ تيرمينيتر. تمام، لحد ما يصل الار ان اي بولمريز، من يصل التيرمينيتر راح يخلص تصنيع الار ان الام ار ان اي، بالتالي راح ينفصل من الدي ان اي، بالتالي شبي راح ينفصل من الدي ان اي. مثل ما تلاحظون هما مرتبطين، هما مرتبطين هنا. من يصل النقطة النهاية التيرمينيتر راح ينفصلون، راح يتكون شنو؟ ام ار ان اي. هذا ملخص الكلام. بروسيس اوف ترانسكريبشن اللي هي استنساخ، وقلنا يا بالاستنساخ جزء معين التضاعف سوى استنساخ كامل، بينما الترانسكريبشن يكون شنو؟ جزء معين، وليس جميع، وليس شرط دي ان اي كامل. فالخطوات انتيشن، اشوف البروموتر دي ان اي، سكشن عن طريق الارين بولمريز، بعد ما لقيت البروموتر البروموتر شو راح اسوي؟ راح اسوي الونجيشن تطويل له. بعد ما كملت الونجيشن قلنا كل بدايه نهايه راح القى تيرمينيشن نهاية عن طريق تيرمينيتر سيكونس، فبالتالي كونت الام ار ان اي. الار ان اي راح يغادر النيوكلاس ترانسليت انتو بروتين حتى يترجم الى بروتين. هذا الكلام كله موجود بمحاضرة اليوم، بينما هذا السلايدين الاخر وين موجودات؟ موجودات بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. فهسه كملت ترانسكريبشن، يعني كملت استنساخ. شنو الفائدة إذا ما سوي له ترجمة؟ هسه أنت لما تريد تقرأ كلمات ما تعرفها، شو تسوي؟ راح تسوي له استنساخ، تستنسخها، تسوي له تعطيها كوبي، تنطيها كوبي. من تعطيها كوبي راح تروح على برنامج ترجمة، ترجمة جوجل، راح تترجمها حتى تعرف معناها. فالريبوسوم الـ RNA يحتاج، أو عفوا الريبوسوم يحتاج استنساخ، شيء مستنسخ اللي هو الـ mRNA يوصل له حتى يترجمه، بالتالي من ترجمه حصلت بروتين. تمام تمام. فهسان كملت ترانسكريبشن، وصلت لي عملية، وصلت عملية ترانزليشن. ترانزليشن، فهذا هو، هذا هو الام ار ان اي. حلو، هذا الام ار ان اي. شوفوا الام ار ان اي بشغلة اسميها، شو اسميها؟ اسميها كودون. اسميها كودون. وشنو هذا الكودون؟ خلنا ناخذ بالتفصيل هذا الشرح ضمن المحاضرة القادمة إن شاء الله، بس حتى ما يصير تقاطع سلسلة الأفكار راح أشرحها هسه. الكودون يقول لك هو سيكونس أوف 3 نوكليوتايد ذات كود فور سبيسيفيك أمينو أسيد. شنو يعني؟ يقول لك يابا هو الكودون هو عبارة عن 3 نوكليوتايد، يعني هسان عدي هذني عبارة عن نوكليوتايد، أدينين يوراسيل جوانين، يوراسيل جوانين جوانين، يوراسيل يوراسيل سيتوسين. فشي قال لي؟ قال لك كل ثلاثة أسميهن شنو؟ أسميهن كودون. كل ثلاثة شنو أسميهن؟ أسميهن كودون. حلو حلو. Any pairing of three RNA nucleotide will code for a specific amino acid. يقول لك any pairing of three RNA، يقول لك كل زوج من ذني الـ RNA الثلاثة، النوكليوتايد الثلاثة راح يرتبط مع الامينو اسيد خاص بي. شلون يعني؟ شوف هسه ذني عندك ثلاثه كودون. حلو حلو. راح يرتبطن بمن؟ يرتبطن باللايسين. عندك هنا ثلاثه نوكليوتيد اللي هن الكودون، راح يرتبطن بمن؟ بالاسبرتيت. فش يقول لك يا بكل زوج من عندهن هو مخصص لسبيسيفيك امينو اسيد، مخصص لامينو اسيد. فش يقول لك؟ there are 61 codon that each code for one of 20 amino acid.
عندي 67 كود، بحيث كل كود هو خاص العشرين أمينو أسيد. يعني هسه هذا الكود خاص للايسين، هذا الكود خاص للأسبرتيت، راح يجي هذا الكود يو يو سي خاص للفينالينك، أعتقد اسمه هيجي. فالمهم ما نطول عليكم، اجاني الامارن اي وصل لي للرايبوسوم، الرايبوسوم راح يترجم. زين، وين يبدا من وين يبدا الترجمه؟ قلنا عندنا شيء اسمه كودون. زين، بالضبط من وين يبدا الترجمه؟ يبدا الترجمه من اي يو جي، يعني لما ويجي الامارن اي يوصل للرايبوسوم، الرايبوسوم يبدا يقرا بالشريط لحد ما يوصل اي يو جي، راح يبدا ترانزليشن، راح يبدا ترجمه. وين يوصل؟ اي يو جي اللي هو سلاح بلعبة بوبجي، اللي يلعبون بوبجي راح يعرفوه. تمام، اي يو جي ادينين يوراسيل جوانين. تمام، راح يبدي يستنسخ يترجم. وين يوقف؟ يوقف لحد ما يوصل يوراسيل ادينين جوانين. يعني وين ما يلقى رايبوسوم مو بدا يترجم لما شاف اي يو جي، زين راح يتوقف ايش وقت لما يلقى واحد من ذني ثلاثة. تمام، واحد من ذني ثلاثة. زين شنو وظيفة ترانسفيرس؟ هسه عرفنا شنو وظيفة الار ان اي، يدخل تصنيع الرايبوسوم. عرفنا شنو الام ار ان اي، زين بقت التي ار ان اي شنو وظيفته؟ هسه احنا عرفنا شنو الكودون. زين، ف التي ار ان اي قلنا راح شو يجيب لنا؟ يجيب لنا الامينو اسيد حتى يرتبطن سوا، بالتالي راح تكون بروتين. زين، هذا الار ان اي بشغله اسمها انتي كودون، يعني انا معدي كودون الترانسفيرس ار ان اي بانتي كودون، بحيث يكون مكمل للكود. شلون يعني؟ يعني هسه هذا الكود او الكودون بيوراسيل سيتوسين، التي ار ان اي بانتي كودون يعني اللي مضاد اله، بحيث يكون مكمل اله، مضاد اله يعني يوراسيل هو شنو مكمل الى الادينين، اليوراسيل مكون الى الادينين، سيتوسين مكون الى الجوانين. كذلك الحال هنا عندك ادينين. هذا بالكودون اللي وين موجود؟ بالام ار ان اي. قلنا الكودون يابه هو عبارة عن 3 نيوكليوتايد موجودة وين؟ بالام ار ان اي. فراح يجي ترانسفيرس ار ان اي، شو يسوي لك؟ حامل لك شنو؟ حامل لك امينو اسيد. زين، وبي جزء شو اسميه انتي كودون، بحيث يكون مكمل المن للكودون، بحيث هنا ادينين، هنا يوراسيل، وهكذا. فبالتالي راح تصفط مجموعة الأمينو أسيد، بالتالي إذا تصفطت كملت عملية تصنيع البروتين، فضت خلصت. تمام، أعتقد ما يحتاج بعد الراجع، ملخص بسيط يابا. حتى صنع البروتين أحتاج DNA، mRNA، ريبوسوم، يعني ينتقل من DNA يروح يصير mRNA. خلينا نطلع لكم يا سنترال ديجوما، طلع لكم صورة عليها. هاي سنترال ديجوما هو DNA to RNA to بروتين، هاي سميها سنترال ديجوما، كلش مهمة سنترال ديجوما. تمام، زين شلون يتم هاي؟ مجرد كلام عابر؟ اكيد لا، احتاج ال RNA، وال RNA راح يكون على ثلاث انواع: mRNA، tRNA، rRNA. ال rRNA اللي هو الرايبوسومال احتاجه بتصنيع الرايبوسوم مع البروتين. زين، التي ار ان اي وظيفته يابا هذا تشلب لك بالامينو اسيد وينقلها من اسمه ترانسفيرس ار ان اي، وكذلك يكون شكله بحرف تي. الام ار ان اي هو المسنجر بتوين، شنو قلنا؟ بتوين الدي ان اي وتصنيع البروتين. تمام، زين شلون اسوي ام ار ان اي؟ يابا قلنا الام ار ان اي اسوي استنساخ ترانسكريبشن، سوي استنساخ ترانسكريبشن الميل للدي ان اي، ويتم بثلاث خطوات: انتيشن، الونجيشن، ترمينيشن. زين،
من المسؤول يا انزيم مسؤول عن بناء الامر ان اي الار ان اي بوليمرايز، بحيث راح يجي يشوف لك الدي ان اي يفحصه، راح يلقى لك البروموتر راح يبدي تصنع امر ان اي. بعدين ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك الانجيشن تطويل بحيث يكون كومبلمنتري للتمبلس تراند، يكون كومبلمنتري للتمبلس تراند. تمام. بعد ذلك لكل نقطة بداية نقطة نهاية راح يوصل التيرمينيشن. تمام. لما يقرأ لك كلمة، لما يقرأ لك التيرمينيتر سيكونس، كمل الامر ان اي، راح يخرج من الخلية، يخرج من الخلية عفوا من النواة، يروح للخارج النواة للرايبوسوم. هاي كملت عملية ترانسكريبشن. راح ابدي عملية ترانزليشن، الترجمة. قلنا يا بالامر ان اي هو عبارة عن نيوكليتايد، ولو لا ايه، وكل كل نيوكليتايد عفوا، وكل ثلاثة نيوكليتايد، كل ثلاثة نيوكليتايد سميتهم كودون، بحيث لكل كودون شنو امينو اسيد خاص بي. تمام. فاللي وقلنا يا بالترانسفيرس ار ان اي هو راح ينقل لك شنو الامينو اسيد وبي الانتي كودون اللي هو المفتاح للكودون، الانتي كودون هو مفتاح للكودون. تمام. بحيث يكون كومبلمنتري الى يرى هسه هنا ادينين ادينين ادينين، راح يجيك الانتي كودون اللي موجود بالترانسفيرس ار ان اي يراسل 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 وهكذا. زين. وعمليه الترانزليشن الترجمه من تبدي؟ تبدي من اي يو جي اللي هو سلاح لعبه بوبجي. تمام. وين ينتهي؟ ينتهي من يقرا الرايبوسوم، لما الرايبوسوم يقرا واحد من ذني الثلاثه. هاي خلصت، خلصت هاي المحاضره، او خلينا نقول اغلب كلام هاي المحاضره وجزء من المحاضره القادمه ان شاء الله. هنا الار ان اي فيس دي ان اي، هنا مجرد يعني مختصرت لك بجدول وكلش بسيط. مينلي سين انسايد توبلازم، موستلي انسايد نيوكليس. هذا يجولي 100 إلى 5000 بيسز، هذا مليون اوف بيس بيرز، بيرز جنرالي سنجل ستراند، هذا يكون دبل ستراند. سوغر ان رايبوز، سوغر اند ديوكسي رايبوز، قلنا هذا فاقد مجموعة الاكسجين، هذا بي مجموعة اكسجين. هنا النيوكليتايد الموجودة بي بيورين ادينين جوانين، النيوكليتايد اذا كانت بيورين فعندك ادينين جوانين، واذا كانت بايرمدين فهي سيتوسين وراسيل، بينما هنا ادينين جوانين سيتوسين ثايمين. جوانين كونوت از نوت اكوال تو سيتوسين اند ادينين از نوت اكوال تو يوراسيل. يقول لك واحد مو اكوال الاخر، واحد مو مساوي الاخر بالعدد. ليش؟ لان جاب هو سنجل ستراند، وقلنا الاستنساخ يكون على جزء معين مو تضاعف كامل، بينما الدي ان اي لا، راح يكون واحد مكمل الاخر، واحد مساوي الاخر. ليش؟ لكونه دبل ستراند. easily destroyed by alkyl resistant. شو يقول لك يابا؟ هذا يقول لك يتفلش ببساطه من يتعرض لشيء قاعدي، هذا يقول لك لا مقاوم للقاعدية. types of RNA يقول لك لا، عندي انواع ال RNA هو هن المسنجر RNA، transverse RNA، ribosomal RNA، و small nuclear RNA والمايكرو RNA. تمام. ما به شيء. مسنجر RNA اللي هو ال mRNA، it acts as messenger of information in the gene in DNA to the protein synthesis mechanism in cytoplasm. It carrier this the message to be translated to a protein. شنو قصد هنا؟ نقول لك يا بالمسنجر RNA هو يعمل كناقل للمعلومات للجينات الموجودة وين؟ بالDNA. وين يوديها؟ يوديها لتصنيع البروتين. وين بالضبط؟ بالسيتوبلازم، لان احنا نعرف ان الرايبوسوم وين موجود؟ موجود بالسيتوبلازم، على هيئه يعني، اما هيئه يكون فري يعني حر بالسيتوبلازم، او يكون مرتبط بالاندوبلازم كريتيكلام، لان نعرفهم. تمام. فايش يقول لك؟ الام ار ان اي راح ينقل لك هذه المعلومات، كارير ذيس مسج، او هذه الرساله، حتى تستنسخ الى بروتين. وعرفنا شلون تتم عمليه الاستنساخ. The template strand of DNA is transcribed into a single strand mRNA. This is accumulated by DNA-dependent RNA polymerase. نقول لك يابا، template strand راح يترجم أو يستنسخ إلى single strand اللي هو شنو؟ الـ mRNA. وهاي يتم عن طريق شنو؟
دي ان اي ديبندنج ار ان اي بوليمريز. هسه تقول لي يا عبد ساعه تقول ار ان اي بوليمريز، ساعه تقول دي ان اي ديبندنج ار ان اي بوليمريز، شنو الفرق بيناتهم؟ اقول لك ما بين اي فرق، مجرد ياب هنا الدكتور مكاتب لك هذا بحيث يقول لك ياب الار ان اي بوليمريز هذا يعتمد على من؟ على الدي ان اي، يعتمد على الدي ان اي، يعني الار ان اي بوليمريز يعتمد على من؟ على الدي ان اي، بحيث ياب اللي يلقى لك البروموتر يلا يبدي، يعني مو بكيف يبدي يصفط، لا يلقى لك بروموتر رايح يبدي راح يبدي كون ام ار ان اي، لما يوصل لما يلقى لك تيرمينيتر راح يتوقف تمام. فبالتالي هذا الار ان اي بوليمريز يعتمد على من؟ يعتمد على الدي ان اي. The mRNA is complementary copy of the template strand of DNA. فش يقول لك يا ابي mRNA هو شي يكون complementary copy، بحيث يا ابي قلنا بالإلونجيشن يكون واحد مقابل يعني واحد مكمل للآخر بالإلونجيشن. هسه هنا من قلنا يا ابي عند التمبلت ستراند، تمبلت ستراند mRNA اللي دا اسوي او الRNA اللي دا استنسخه لازم شي يكون واحد مكمل للآخر، وباستثناء يا بس تبدلنا احنا مو عندنا بالدي ان اي ادينين ثايمين، هنا لا عندك ادينين يوراسيل، ادينين يوراسيل تمام. however thymine is not present in RNA instead بدل من ذلك اليوراسيل will be incorporated. فهنا حاجي لك على structure مال ام ار ان اي، نقول لك in addition to the protein coding region بالإضافة إلى منطقة الاستنساخ that can be translated. نقول لك يا بي يعني أنا مو أعرف إنه عندهم RNA، عندهم RNA أي عندهم RNA. بالإضافة إلى ذلك عندي مناطق تكون غير مترجمة، يعني ما راح أسوي له ترجمة. ليش؟ لأن شنو قلت لك قبل شوي؟ قلت لك يا بي الرايبوسوم مو راح يجي الام ار ان اي، راح يبدي يقرا بي لحد ما يلقى اي يو جي. فهذا شنو يعني؟ يعني عندي قبله اماكن ما اترجمها، صح سويت لها استنساخ بس ما راح اترجمها تمام. ان ترانسليتد ريجن ما راح تترجم. شنو ذني؟ يقول لك اتس 5 اند 3 اند. شون مثل مثال ما ننسى، اقول لك يا ابي انت مو عندك كتاب، عندك كتاب، الكتاب بغلاف مو بغلاف منه، يعني من مقدمه ومن النهايه، فانت اللي راح تقراه راح تقرا بالنص كتاب تمام، لا راح تقرا الغلاف من المقدمه ولا راح تقرا الغلاف من النهايه. فهذا 3 5 وخلينا نقول هنا 4 كمثال توضيحي يعني. فش يقول لك؟ لأن translated region وين موجودة؟ at 3 end اللي هي هاي وال 5 end اللي هي هاي تمام؟ وهذه صفة مميزة وين؟ بالخلايا حقيقية النواة، يعني يا به خلايا بدائية النواة ما بها هي الشغلة، ما بها untranslated region، لا بس الخلايا حقيقية النواة بها untranslated region موجودة على ال 5 وال 3 end 5 و 3 and تمام. يعني هسه هنا نقطة البداية ايش لقى؟ لقى AUG تمام. ونقطة النهاية لقى واحدة من ذنج الثلاثة اللي ذكرناهن. زين on the 3 end of the DNA of RNA chain ايش يقول لك؟ ها mRNA including a long sequence of adenine، يعني هاي نقطة هاي الثالثة ال 3 end هي عبارة عن سلسلة من الأدينين، وال 5 end هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ترايفوسفيت مرتبط بها شنو؟ 7 ميثايل جوانوسين مرتبطات التاج تراف ان انيوجوال 5 تو 5 ترايفوسفيت لينكج. شنو 5 تو 5؟ يا ابا هاي مجموعه الفوسفيت خطيه صايره بالنص، هاي مجموعه الفوسفيت صايره بالنص بحيث مرتبطه ذره كربون خامسه مع ذره كربون الخامسه، وهنا كذلك مرتبطه مع ذره كربون الخامسه. هاي ذره كربون الخامسه مع من؟ مع النيوكليوتيد،
وهنا مع من؟ مع سبع مثالق وناسين. تمام؟ سبع مثالق وناسين. تمام؟ ترانسفيرس ار ان اي دكتورة قالت في المحاضرة القادمة إن شاء الله ناخذه، وإحنا عرفنا فكرة عنه إنه بي أنتيكودون وينقل المجموعة هو اللي يجيب لي الأمينو أسيد للريبوسوم حتى يكون حتى يصنع البروتين. بينما الريبوسوم الار ان اي are found associated with several protein as component of the ribosome the complex structure. يعني ابي اقول لك احنا اخذنا فكره عنه انه يكون يترابط مع البروتين حتى يكون لك الريبوسوم the complex structure that serve as the site for protein synthesis. بحيث يقول لك هذا الريبوسوم هو المركب او المعقد اللي راح يبدي اللي راح يكون مركز تصنيع البروتين. There are three distinct size spaces. يقول لك هناك ثلاث أحجام مختلفة من الـ RRNA وين بالخلايا بدائية النواة اللي هي 23S 16S 5S. لأن تحفظهم مثل اسمك ممكن يجيك كـ MCQ مرتب إنه 3 RRNA in the خلايا بدائية النواة إنه شنو؟ لأن ثلاثة. بينما بالخلايا حقيقية النواة هن أربعة. 28 18 5.8 و 5. فش يقول لك هنا هو شنو هذا الاس؟ يقول لك از سيفيدبرغ يونت فور سيديمينيشن رايت. يقول لك يابا هو منطقه معدل الترسيب بحيث تتحدد يعني يتحدد الشكل مالتها والحجم يتحدد بحيث يتحدد الشكل او عفوا بحيث تتحدد بواسطة الشكل والحجم. تمام؟ of the particle together the RNA شو تكون لك؟ تكون لك 80% من the total RNA in the cell. شنو يعني؟ يعني انا مو عندي T RNA و M RNA و RRNA. 80% هو شنو؟ RRNA. 20% البقعة اللي هي mRNA و tRNA. تمام؟ تمام. هنا ترانسكريبشن اللي هنا اخذناها بس بيها معلومات يعني حفظية اللي ممكن تجيك كام سي كيو وان مؤشرهم او ملونهم. خلينا نقول DNA replication is like pairing a copy of all the base. قلنا يابا الريبليكيشن يعني تضاعف هو عبارة عن كوبي استنساخ كامل. بينما والريبليكيشن واحد يعني شو كده يحدث on فقط بالسل ديفيجن. بينما ترانسكريبشن is taking a place all the time يعني كل وقت تاخذ يعني بأي وقت شو وقت ما اريد اصنع شي بروتيني هرمون انزيم احتاجه. تمام؟ احتاج اسوي ترانسكريبشن. only certain areas of the DNA are copied selected region on the sense strand so the genetic information of the DNA is translated copy. ما بيها شي. يقول لك راح تترجم للمزنجر ار ان اي يعني المناطق اللي يحتاج جينيتيك انفورميشن اوف دي ان اي اللي يحتاج استنساخ راح تستنسخ من الى ام ار ان اي. During transcription the message from DNA is copied in the language of nucleotide four letter language. شنو قصده four letter language؟ يقول لك يابا احنا النيوكليوتايد ايش كم واحد؟ أربعة بالار ان اي وأربعة بالدي ان اي. فيقول لك خلال يابا الاستنساخ هاي اللغة عفوا هاي الرسالة من الدي ان اي راح تستنسخ بلغة ما نيوكليتايد اللي هي عبارة عن أربعة حروف. يعني أنا مو عد الدي ان اي عدي أدينين جوانين سايتوسين ثايمين راح تستنسخ إلى مزنجر ام ار ان اي. فش يقول لك لانجوج اوف نيوكليتايد اربع لتر لانجوج اللي هو اللانجوج الاول الادين مقابل له يوراسيل جوانين سيتوسين سيتوسين جوانين ثايمين ادينين. تمام؟ فذن صارن اربعة. حلو. ذا ام ار ان اي ذن ريتش ذا سيتوبلازم وير ات ترانسليتد. يقول لك يا بالام ار ان اي راح يخرج من النواة وين يوصل للسيتوبلازم بحيث راح يسوي له ترجمة. قلنا كودون وانتي كودون والى اخره into functional protein during translation. شو راح احتاج 20 لتر لانجوج. ليش؟ لان انا عندي 20 امينو اسيد. فيقول لك راح احتاج 20 لتر لانجوج اسيد سيكونس
10 letter language ما بيها شيء. Central to go ما قلنا DNA to RNA to protein ما بيها شيء. Transcription copies specific gene from DNA to make complementary strand of RNA. هنا transcription ما بحكي عليها بالترجمة هو عبارة عن نسخة specific gene نسخة specific gene عن جين مخصص من DNA حتى أكون إلى to make a complementary strand of RNA. Only gene, not the entire DNA strand is transcripted. Similar between replication and transcription. لكن الأشياء المشابهة between replication and transcription. The process of the transcription of a typical gene can be divided. قل لك يا با عملية استنساخ للجين تتصنف إلى ثلاث أقسام تتقسم intention, elongation, termination. A transcription unit extend from the promoter قلناها راح تبدي intention من البروموتر تنتهي هو لما تلقى termination to the termination region اللي هي شنو terminator. The internal product of the transit by RNA pol is RNA polymerase هذا قصده is termed the primary transcript. شي قل لك يا أبا يعني المنتج البدائي من عملية الاستنساخ بواسطة الـ RNA polymerase أسميه primary transcript. ليش primary transcript؟ لأن بالحقيقة هو قبل لا يغادر النواة راح يتعدل معنى راح يحدث إلى هذه العملية موديريتيشن يعني بحيث يصير تعديل إلى فبذلك راح يتحول إلى ماتشور. فشي يقول لك يا قبل لا يصير له موديريتيشن أسميه يعني internal product المنتج البدائي تمام راح يصير له تعديل يتحول إلى من إلى ماتشور RNA RNA. Difference between replication and transcription. الاختلافات يقول لك ribonucleic nucleotide are used in RNA synthesis rather than deoxyribonucleotides. كلش سهلة. أحتاج الربونكليوتيد حتى أصنع ال RNA يعني اللي ما فاقد مجموعة الأكسجين بينما بدلا من الديوكسيربونكليوتيد. اليوراسيل راح يستبدل بدل الثايمين as a complementary base pair for adenine in RNA. يعني قل لك يابا احنا بدي انا اعدي ادينين المكمل الى الثايمين بس بال RNA اعدي الادينين المكمل الى شنو هو اليوراسيل بال RNA. A primer is not involved in RNA synthesis. شنو قصده هنا يابا احنا بدي انا replication ذات تذكرون قلنا احتاج برايمر RNA برايمر برايمر تا شنو برايمر نمسح أول شيء قلنا بالربليكيشن أحتاج برايمر RNA بينما هنا بالترانسكريبشن ما أحتاجه. Only a protein of the genome is transcripted or copied into RNA where as the other genome هما بيشي كلاوات اصلا there is no profiling function during RNA transcription. النقطة الخامسة شي قلك هنا اذا تذكرون profiling function اللي هنا قلنا عملية التدقيق بالreplication بالتضاعف اذا تذكروها قلنا للدقق يا بانه الادينين المقابل الى ثايمين والسيتوسين المقابل الى جوانين اذا تذكروها الدقق بينما هنا ما بي هذه العملية ما بيها تدقيق. ليش؟ إن هو عبارة عن single strand. الRNA هو عبارة عن single strand والsingle strand يعني ما له مكمل إلى single strand يعني مجرد أدينين بصف جوانين مو مقابل إلى بصف واحد بصف الآخر واحد بصف الآخر بس هيك. بينما الDNA لا والله واحد مقابل للآخر بينما هذا single strand. فهذا شو احتاج لتدقيق DNA replication احتاج مدقق إليه بحيث يتأكد انه الأدينين مقابل إلى الثايمين وهنا بما انه هو single strand فأنا ما احتاج أدقق تمام فلذلك انه ما بي تدقيق.
Template strand, the strand that is transcript or copied into RNA molecules is referred to as template strand. شو يقول لك؟ يقول لك يا أبا الشريط اللي استنسخته إلى RNA شو سميه؟ سميه template strand of DNA. The other DNA strand, the non-template strand, is frequently referred as to the coding strand of that gene. نقول لك يا أبا أنا هسه هذا اللي سويت الترجمة سميه template strand. هذا اللي فوق اللي ما بيترجمة أو ما عفوا ما بيستنساخ أسميه coding strand. Template strand, the information in the template strand is read out in the 3-5 direction. نقول لك يا أبا المعلومات بالtemporal strand شلون أقراها is read out in the 3-5 direction كقراءة. بينما تذكرون بالDNA قلنا حتى أقرأ شريط الDNA هذا أقرأ منين؟ من 5-3. هذاك شنو؟ حتى أقرأ شريط الDNA. بينما هذا حتى شنو؟ حتى اقرا المعلومات مال تمبلر ستراند. حتى اقرا المعلومات مال تمبلر ستراند من تقرا من 3 تو 5 من 3 تو 5. The sequence of the ribonucleotide in the RNA molecule is complementary to the sequence of the deoxyribonucleotide in the tumbler strand or the double strand DNA molecule. شنو قصده هنا؟ قصده يابا انا مو عندي التمبلر ستراند هذا تمبلر ستراند تمام هذا الفوق هذا تمبل ستراند. فش يقول لك الريبونوكليوتايد اللي هو قصد الار ان اي هو عبارة شنو؟ عبارة مكمل له كومبلمنتري له كومبلمنتري له هذا قصد مالته كومبلمنتري المل للتمبل ستراند. ونصلنا لهنا and the conic strand complementary strand the sequence is the same as that of the sequence of the nucleotide in the primary transcript and the coding strand the complementary strand. شنو قصد الكودينج strand؟ قصده بالRNA اللي استنسخته يقول لك السلسله is the same as the sequence of the nucleotide in the primary transcript. يقول لك هي نفسها بالprimary transcript. صراحه ما مفهومه قصده هنا أنا. In the coding strand, the sequence is the same as that of the sequence of the nucleotide in the primary transcript. ما مفهوم المشكلة. فما حب أطول عليكم الفيديو راح أختار لي هنا أنا ونهاية الفيديو. وإذا احتاجيته الجزء الثاني إن شاء الله كتبوا لي بالتعليقات. بس إحنا مهم أخذنا الجزء المهم من عدة. وخذناها على شكل ملخص لأن أول سلايدين. فالمهم دمتم سالمين وإلى اللقاء.